I said during fasting, triglyceride in the adipose tissue are hydrolyzed. أكيد إنه إحنا قلنا إنه بحالة الصيام بحالة الجوع الشديد يتم حرق الدهون اللي هي الصيغة المركزة مالتهن اللي هي تريجلايسيرايد أو تريأسيلجلايسيرول اللي هي نفسها. Cyclic AMP mediated activation of hormone sensitive lipase occurs in response to the high glucagon insulin ratio. شنو معناتها؟ احنا قلنا انه هي بالجوع وبالصيام حرق الدهون. شلون تبدي هاي العملية؟ اكو لازم اكو فد انزيم هو اللي يعني هو اللي يبدي هاي العملية. شلون ابدي احرق الدهون؟ لازم اكو انزيم يعني هو اللي تكون بدايته لهاي العملية اللي هو شي يسموه احنا قلنا اي انزيم مسؤول عن حرق الدهون يسموه ليبيز، جاي من ليبيد، ليبيد زائد ايس ليبيد. فشي يسموه هذا الليبيد هرمون سنسيتيف ليبيز، يعني سايكليك اي ام بي ميدييتد اكتيفيشن اوف هرمون سنسيتيف ليبيز. هذا الهرمون سنسيتيف ليبيز، الليبيز قلنا بانواع، اكو ليبوبروتين ليبيز ذاك اللي حكينا عليه، وهسه هذا هرمون سنسيتيف، يعني من يصير جوع اكو هرمونات تنفرز، هاي الهرمونات يتحسسها انزيم الليبيز، فمن يتحسسها يبدي بعملية حرق الدهون. زين شنو هي هاي الهرمونات اللي تأثر على انزيم الليبيز وتخليه يبدي بحرق الدهون؟ هذا in response to the high glucagon insulin ratio. انسولين قلنا الانسولين اله هرمون نقيض اله اللي هو glucagon. الانسولين يكون في حالة الشبع، في حالة وجود سكريات هواية، هذا انسولين. لكن في حالة الجوع ينفرز هرمون يسموه glucagon. الكلوكاغون من ينفرز راح تصير، طبعا راح تصير هاي كلوكاغون الى انسولين ريشيو، يعني نسبة الكلوكاغون اعلى من الانسولين، فيتحسسها الهرمون سنسيتيف ليبيز ويبدي بعملية حرق الدهون. جلوكو كورتيكويدز also have a stimulated lipolytic effect during fasting، يعني مو بس الكلوكاغون، ايضا هاي المادة جلوكو كورتيكويدز هم من يتحسسها هذا الليبيز وتبدي عملية الحرق. هسه الليفر. الليفر plays a central role in metabolism by providing adequate quantities of metabolic fuel for other organs. Almost all metabolic pathways operate in the liver, a notable exception being ketolysis. شنو يعني؟ طبعا الليفر كل العمليات تقريبا هي تصير عمليات العيض هي تكون بالليفر، فهو central role in metabolism. زين فهذا هسه العمليات اللي اخذناها هنا عملية تحويل، يعني سواء كانت بالفيد ستيت او بالفاستنج، عملية تحويل الجلوكوز الى جلايكوجين، وعملية تكوين الكيتون بوديز، عملية تحويل الجلايكوجين الى جلوكوز جلايكوجينولايسيس مثل ما قلنا، او عملية تكوين السكر اصلا اللي هو جلوكونيوجينيسيس، كلها بالليفر، فهو سنترال رول بالميتابوليزم. لكن اكو فرق انه الليفر ما يقدر هو اللي يكون الكيتون بوديز، بس ما يقدر يستخدمها كمصدر لطاقته هو، فشي يسمه هو فهنا قال a notable exception. شي يقول almost all metabolic pathways operate in liver، بس notable exception منه الكيتولايسيس. الكيتولايسيس شنو يعني؟ كيتولايسيس تحليل الكيتون بوديز وبالتالي الاستفادة منها كمصدر للطاقة، فهو الليفر ما يقدر يستخدم، هو يكون الكيتون بوديز بس ما يقدر يستخدمها كمصدر للطاقة. ليفر ميتابوليزم ان فيد ستيس، اللي بحالة الشبع الليفر شي يسوي؟ شخص شبعان ماكل عنده هواي سكريات، راح الليفر يجيب الجلوكوز الفائض منه يحوله الى جلايكوجين يخزنه. ف the liver takes up the glucose from the circulation and store it as glycogen حتى يخزنه، حتى بعدين يستفاد منه شوكت، يستفاد منه بحالة الجوع يخزن الفائض من الجلوكوز. similarly the fatty acids synthesized in the liver are incorporated into VLDL and secreted into the bloodstream. نفس الشيء بهاي الحالة أكيد الشخص هم عنده هواي فاتي أسيد لأنه هو ماكل، يعني ف الفاتي أسيد إيش راح نسويها؟ هاي
لاني في هاي العملية الفاتي أسيد أغلفها بال VLDL وأنقلها أروح أخزنها وين بالدهون، يعني الأحماض الدهنية أيضا أخزنها بالنسيج الدهني طبعا بصيغتها المركزة. فالليفر هو وظيفته أنه بحالة الشبع يخزن الفائض من الطاقة سواء كانت سكريات أو دهون. Liver is the major site of degradation of amino acid and detoxification of ammonia into urine. نفس الشيء الأمينو أسيد اللي هي الوحدة البنائية للبروتين همينة تقدر تسوي لهم ميتابوليزم وتحطمها وتاخذ منها مصدر للطاقة، وهمين تكون بالليفر. وإزالة السمية من الأمونيا تكون بالليفر، لأن الأمونيا طبعا الأمونيا ما يصير تكون بالبلاد ستريم لأنه راح تزود القاعدية مال الدم. فمن اللي وظيفته يعني يزيل السمية مالتها؟ الليفر. زين هسه اللي هتشينا إن فيد ستيت in starvation during starvation قلنا هسه اكيد بالستارفيشن راح يبدي انه بحالة الجوع الشديد يبدي يستفاد من المصادر اللي خزنها، يعني الجلايكوجين راح اكيد يرجع الى جلوكوز بعملية جلايكوجينيولايسس. وبنفس الوقت اذا يبدي يكون السكر جلوكونيوجينيسس، كل هذا حتى يوفر الجلوكوز من للدماغ، provide glucose by glycogenolysis يعني من الجلايكوجين وبعدين gluconeogenesis so that the obligatory requirement of the brain are met، حتى يعني مجرد يحول الطاقة من للبرين. Moreover also liver produce the ketone bodies an alternate source of fuel but the liver cannot use ketone body as its own fuel. طبعا انت بحالة الجوع الشديد لازم انت توفر شقد تقدر من الطاقة الى البرين. الكيتون بوديز مين نجيبها؟ من الفاتي اسيد. هم الليفر هو يقوم بهاي العملية حولها الى كيتون بوديز وينقلها للبرين، لان تقدر تعبر البرين بارير. فاتي اسيد ما اقدر اوديها للبرين لان ما تقدر تعبر. فهو وظيفة الليفر بستارفيشن يوفر شقد ما ممكن من الطاقة الى البرين. بس مثل ما قلنا هي تكون الكيتون بوديز الليفر بس ما يقدر يستخدمه هو كمصدر لطاقته. هسه الكارديك مصل هارت كونسيومز مور انرجي ذان اني اذر اورجان، اعتيادي الهارت اكثر عضله تشتغل بالجسم فتحتاج طاقه اكثر من كل العضلات. يعني يوتيلايزز اباوت 6 كي جي اوف اي تي بي بير داي 20-30 تايمز اوف اتس اون ويت، يعني 6 كيلوغرامات من الاي تي بي اللي هو أكثر بعشرين من مرة من وزن الهارت نفسه. cardiac muscle derived its energy يعني by oxidative metabolism of fatty acid، يعني ال preferred fuel for the heart عكس البرين. البرين preferred fuel مالته من الجلوكوز، الهارت الفاتي أسيد. يعني 60-90% فاتي أسيد بس 10-40% جلوكوز، لأن الجلوكوز وين راح يصير؟ أغلبه للبرين، هنا يبقى الفاتي أسيد للهارت. وممكن تستخدم الكيتون بودي اللي هي شنو؟ يعني أحصلها من الفاتي أسيد. are also normally metabolized. زين energy transfer to myo to the heart myo fibrils occurs by creatine kinase catalyzed energy shuttle. هسه خلينا نفهم شنو هذا. Phosphocreatine being a smaller molecule than ATP can easily diffuse into the myofibrils from the mitochondria. الألياف العضلية بالهارت أكيد تحتاج ATP، يعني حتى تحتاج ATP تحتاج طاقة حتى يصير بيها شنو انقباض الكونتراكشن. بس جزيئة الATP جزيئة كبيرة فما أقدر انقلها بسهولة من الميتوكوندريا الى الالياف. الميتوكوندريا مصنع الطاقة مصنع الاي تي بي، ما اقدر انقلها بسهولة الى المايوفيبرولز فلازم احولها الى صيغة ثانية. زين انقلها وبعدين اكون من يوصل الى المايوفيبرول ارجع الى اي تي بي، يعني مجرد احولها الى صيغة ثانية. شي يسموها الصيغة الفوسفوكرياتين، يعني مادة الكرياتين مرتبطة بعصرة فوسفات. لأن الفوسفوكرياتين smaller molecule يعني أصغر من الATP، هاي المادة تقدر تنتشر can diffuse into the myofibrils from mitochondria. فاستخدم هاي المادة فوسفوكرياتين تنتقل بسهولة إلى المايوفيبرال. زين وصلتها للألياف العضلية، هسه لازم أرجعها إلى ATP. فشون
هي ال ATP هو شنو؟ أدينوزين ثلاث الفوسفات، يعني بي ثلاث فوسفات زي الفوسفو كرياتين، بي فوسفات وحدة فوسفو كرياتين. فأفاعل الفوسفو كرياتين ويا أدينوزين ثنائي الفوسفات، من أفاعل ويا الأدينوزين ثنائي الفوسفات أكيد راح تنتقل عصرة الفوسفات من الفوسفو كرياتين المن إلى ال ADP وينتج لك ATP. ف يعني ما نقلت ال ATP مباشرة، وإنما نقلت على شكل فوسفوكرياتين، من وصلت إلى المايوفبرول فعلت ويا من ويا ADP حتى أنتج ATP. من اللي ينشط هذا التفاعل؟ يا إنزيم يسموه الكرياتين كانيز. فيقول لك the myofibrillar creatine kinase catalyzes the reformation of ATP. زين، أنا بعد ما أخذت الفوسفات من الكرياتين ونقلتها إلى الADP وكونت ADP، صار عندي بقى عندي فد فري كرياتين أراجع diffuses back حتى استخدمه بعدين من نحتاج. هذا السيستم كرياتين كاني سيستم act as an energy buffer by keeping ATP level constant، يعني حافظ على ثبات ال ATP. هاي الصورة، شوف راح نشوف انه كل ما نتجه باتجاه اليمين شنو تزداد ساعات الجوع، يعني شخص من يجوع اكثر باتجاه اليمين يجوع اكثر، فراح نشوف مثلا بلازما انسولين يقل، لان يعني بالجوع شنو بعد سكر ماكو، فالانسولين يقل. البلازما جلوكاجون نقيض الانسولين يزداد، كل ما جوع اكثر الجلوكاجون يزداد. بعد البلد جلوكوز اكيد شخص جوعان ما عنده جلوكوز يقل. البلازما فري فاتي اسيد تزداد اعتيادي، لانه بالجوع قلنا نبدي نقوم بتحليل الدهون، فصير عندي فري فاتي اسيد احماض دهنية بالدم هواي نسبتها تزداد. البلد كيتون بوديز اذا فاتي اسيد زادت اكيد الكيتون بوديز هم تزداد، لانه كيتون بوديز مين تجي من الفاتي اسيد تزداد. شوف بينما الليفر جلايكوجين اكيد يقل، ليش؟ لانه بالجوع اني ابدي احلل الجلايكوجين الى جلوكوز، فالجلايكوجين يقل، فهذا ننسب. زين يقول لك وين ADP level increase due to a fall in phosphocreatine it inhibits intracellular enzymes causing the failure of the heart contracting mechanism. يعني احنا مو عندنا فوسفوكرياتين، هاي المادة قلنا اللي من خلالها اني اللي هي جزء أصغر من ATP وهي اللي راح استخدمها حتى يعني أعيد تكوين الـ ATP. إذا هاي قلت هاي المادة، الـ ADP اللي أنا استخدم الـ ADP راح يزداد أكيد، لأنه إحنا بالعادة يتفاعل ويا الفوسفوكرياتين ويتحول إلى ATP. هسه ماكو فوسفوكرياتين فيبقى ADP فتزداد الـ ADP. هنا إذا أنا ما عندي ATP لانه هو صار شنو نقصان بالفوسفوكرياتين، هاي الماده اللي احنا نستخدمها حتى نكون اي تي بي، صار نقصان بها اكيد الاي تي بي يقل، وبالتالي العضله مال الهارت شنو يصير بها فيلر، بعد ما تقدر تنقبض ما عندها طاقه فيصير فيلر بالهارت. ان فيلينج هارت ذا ابتيك اند يوتيلايزيشن اوف فاتي اسيد اند جلوكوز اوكرز، عضله القلب يعني جاي يصير بها فشل، انت حتى يعني الجسم ده يحاول ايش قد ما يقدر يوفر طاقه حتى تمنع الهارت من التوقف. يعني فيقول لك اليوتيلايزيشن اون ابتيك اوف فاتي اسيد اوكرز، يعني استفاد من عدن اثنينات بلكي يوفر طاقه، لكن اذا صار ادفانس كلش فشل، يعني هو من يصير هارت فيلر حتى البلد اوتبوت يعني او الكاردياك اوتبوت يقل، فممكن تسبب لك انسولين ريزيستنس، يعني شلون الدايبيتك يعني بعد الانسولين ما يشتغل. further decreasing the glucose utilizer، بعد ما اقدر استفاد من الجلوكوز اذا ما عندي انسولين ما اقدر استفاد من الجلوكوز. long distance running is the typical of aerobic exercise whereas sprinting or weight lifting exemplifies anaerobic exercise. إنها هاي يعني إذا شخص يركض run لمسافات طويلة كماراثون، هذا يعتبر شنو هنا الوقت مات وقت طويل، فتقدر تستفاد من الأكسجين
يعني يلحق الأكسجين يصير بي سيركوليشن فيسموه ايروبيك اكسرسايز. بينما إذا أنت ترفع أثقال أو يعني تركض سبرينتينج يعني لمسافة قصيرة هنا ما تستخدم الأكسجين لأن ما تلحق تستخدم ما يلحق اللي يصير سيركوليشن فيسموه انيروبيك اكسرسايز. During the anaerobic exercise the major organ طبعا منه هي العضلات السكيليتال مصل with very little involvement of other organs. The relative ischemia created by the compression of blood vessels in the muscle will necessitate the use of glycogen and phosphocreatine available in the muscle to supply the required energy. اي اكيد يعني احنا شنو قلنا اذا انا ما عندي اكسجين شبدي شو اسوي؟ استخدم التنفس اللاهوائي فالجلايكوجين اللي عندي احوله الى جلوكوز والجلوكوز اسوي به تنفس لاهوائي واللي هو يعرف بالتخمر اللبني. التخمر اللبني ينتج لك الحامض اللبني لاكتيت زائد 2 اي تي بي فنسيسيت ذا يوز اوف جلايكوجين. وايضا الفوسفوكرياتين قبل شوي الفوسفوكرياتين هم قلنا طريقة الفوسفوكرياتين مجرد أفعله ويا اي دي بي راح ينتج لي اي تي بي ففي الطريقة انيروبيك يعني بدون استخدام الاكسجين لان كلها طرق بدون استخدام الاكسجين حتى اوفر الطاقة لفترة قصيرة. فهو هذا يعني لانه compression of blood vessel انت جاي يعني جاي تصرف طاقة كلش كبيرة بوقت قصير يعني. فقلنا الأكسجين ما يلحق يعني حتى يعني الدم بعد ما لحق صار بي كومبريشن ما لحق يطي أكسجين أصلا. During moderate aerobic exercise اللي يرب النشاط الرياضي اللي هو يستخدم التنفس الهوائي اللي هو قلنا long distance running the muscular storage of glycogen are used يعني تستخدم الجلايكوجين أو الجلوكوز بس تنفس هوائي بس هذا واحدة غير كافي لازم مش تستخدم أكيد تستخدم الفاتي أسيد الدهون الأحماض الدهنية لذلك الماراثونات تحرق دهون. زين but in a normal individual this is not sufficient to provide a continuous supply of ATP for exercise like long distance running لذلك ما يكفي هذا بس الجلوكوز لذلك استخدم الفاتي أسيد وياه. Then the RQ falls during the long distance running since there is a progressive change from glycogenolysis to fatty acids demands. شنو قصده؟ RQ يعني المعامل التنفسي. يعني شنو المعامل التنفسي؟ يعني هو النسبة بين تركيز CO2 إلى تركيز الأكسجين. النسبة بين كمية CO2 المنتجة من الميتابوليزم وكمية الأكسجين الداخلي. زين. هذا راح يقل يقول لك ليش باللونج ديستنس رننج المعامل التنفس اللي هو نسبه السي او 2 الى نسبه الاو 2 لان احنا قلنا باللونج ديستنس رننج شبدي استخدم اكثر شيء الفاتي اسيد الدهون. حرق الدهون ما ينتج سي او 2 اقل من حرق الجلوكوز. الجلوكوز لو تتذكروا بالتحلل السكري وبدوره جريبس من حرق ينتج هواي سي او 2 دائما اكو يقول لك سي او 2 2 اتش 3 اي تي بي فهواي سي او 2 انتاجه في الار كيو عالي. يعني اذا كميه السي او 2 عاليه فنسبه السي او 2 الى الاكسجين اكيد عاليه. لكن من انت لونج ديستنس جاي تستخدم فاتي اسيد فاتي اسيد انتاج السي او 2 باقل فش يصير؟ يصير الاكسجين اكثر من السي او 2 فالار كيو يعني نسبه السي او 2 الى الاكسجين تقل. زين المصل ستارت اوكسيدايزنج فاتي اسيد عن ذني هسه ايش راح يحكي؟ راح يحكي عن ذني مجرد اكتيفيترز يعني الهاي اي ام بي ليفل. يعني هو انت من تصير لونج ديستنس رننج شنو اكيد اكو انزيمات تفعل لك حرق الدهون مثل ما قلنا يعني الهرمون سنسيتيف ليبيز اللي حكينا وين قلنا الريشيو بتوين ذا جلوكاجون وانسولين كلها هاي أمور. فيقول لك ذي الانزيمات هي اللي تفعل and the high AMP level which activate AMP kinase and low malonyl CoA that activate CAT will favor fatty acid oxidation to meet the requirement
يعني أكيد واضح إنه هو هذين الإنزيمات، يعني الإنزيمات اللي جاي يفعل كل ذين الإنزيمات، هي إنزيمات أثناء اللونج ديستنس رانينج، فتساعد على هاي على حرق الدهون. تدريب ال يعني athletes is different depending on whether they are sprinters or long distance runners since the energy sources are different. احنا قلنا انه السبرنترز اللي مسافات قصيرة شي يستخدمون تنفس اللاهواعي، قلنا زين، فهذا لازم له تدريب خاص معين، انت شلون تنشط تخلي العضلة تستفاد من هاي الطاقة مالتها لوقت قصير، تدريب خاص. بينما اللونج ديستنس رانرز اللي لمسافات طويلة الماراثون لهم تدريب ثاني، لأنه الإنرجي سورس مالته شنو هنا راح يصير الفاتي أسيد مثل ما قلنا. Rest after a vigorous muscular activity often results in repletion of exhausted glycogen. طبعا إذا أنت بذلت مجهود عضلي كلش كبير لازم تاخذ ريست حتى شنو، حتى ترجع نسبة الجلايكوجين المخزونة اللي انت صرفتها كلها، فالرست مهم حتى يساعدك بإرجاع هاي الكمية. المصل developed by exercise and training the size and number of mitochondria are more as well as the level of enzymes for fatty acid oxidation and ketone body utilization. يعني الشخص اللي يدرب عضلاته يطور عضلاته شنو، من تدرب العضلة من خلال الأنشطة الرياضية والتدريبات الميتوكوندريا بالعضلة تزداد، إذا زادت الميتوكوندريا الـ ATP يزداد، الطاقة تزداد، وحتى الإنزيمات المسؤولة عن عملية الأكسدة كلها تزداد، لذلك التدريب كلش مهم، وخاصة هذا التدريب راح يعودك على الفاتي أسيد أوكسيديشن، يعني حتى خاف انه الجلوكوز يقل عندك دهون تستثمر. Hence the trained muscle can better utilize non-carbohydrate sources of energy. يعني الفاتي اسيد الدهون هو مصدر غير سكري، يعني ليس من الكربوهيدرات، وانما دهون هي الفاتي اسيد تستثمر، ما تستثمر الجلوكوز. يعني حتى اذا صار عندك نقص بالجلوكوز او انت ما ماكل، عندك energy reserve، عندك مخزن للطاقة، فالتدريب مهم. So exhaustion is delayed. أكيد يعني ما يصير عندك تعب بسهولة. Metabolic adaptation during starvation. In early fasting, the effect of the short-term regulation by altering the activity of existing enzyme fine control is more significant. When starvation is prolonged, 3 days long-term adaptation set in. Brain starts metabolizing ketone bodies. deriving about 30% energy from ketone. يعني هسه هنا أنا إنه يقول لك إنه أنت بحالة الستارفيشن، بداية الستارفيشن أكو short term يعني للمدى القصير، وبس بعدين يصير long term، وكل short term إلي طريقة شون تسيطر عليه، هسه راح نحكيهن، وبعدين long term إلي غير طريقة شون تسيطر عليه، بس هو long term اللي كلش يعني يبدي انه البرين، هسه البرين احنا قلنا لازم تعطي قد ما تقدر جلوكوز، بس بعدين البرين اذا خلص الجلوكوز ايش تعطي؟ كيتون بوديز لين تعبر. فهسه راح نحكي الفيرست ستيج جلايكوجينيولايسيس. الجلايكوجينيولايسيس شنو؟ الجلايكوجينيولايسيس قلنا جلايكوجينيولايسيس هو مثل ما قلنا هو الديجريديشن اوف جلايكوجين انتو شنو؟ جلوكوز، اللي هو أول خطوة قلنا هذا الجلايكوجينيولايسيس. هسه هاي كل جاي نحكي احنا بالستارفيشن، الجلايكوجين احوله الى جلوكوز بجلايكوجينيولايسيس. احنا عاني في حالة جوع شديد، الخزين مالتي من الجلايكوجين ارجع الى جلوكوز، وين انقله؟ للبرين. هاي الشورت تيرم، يعني تكفي لك بس، هسه راح اقول لك بس 18 ساعة. ديورينج فاستنج ات فيرست، بالبداية blood glucose level is maintained by hepatic glycogenolysis. glycogen هي هاي العملية اللي هي هدم الجلايكوجين إلى جلوكوز. بس شنو؟ hepatic تكون، يعني شنو hepatic؟ يعني بالليفر. hepatic يعني in the liver. the glycogen stored are sufficient for about 18 hours. لذلك هاي short، بس تكفيك 18، يعني إحنا قلنا خزن الجلايكوجين بالجسم بس 1%، والبقية دهون وبروتينات. فيكفيك بس 18 ساعة.
the primary requirement for glucose is to meet the demand of the brain. الجلوكوز اللي حصلته من الجلايكوجين اوديه للبرين. بعدين تبدي عملية جلوكونيوجينيسيس، يعني شنو؟ يعني انا هسه حصلت جلوكوز من الجلايكوجين، خلاص هذا لازم ابدي شنو حص اكون الجلوكوز منين؟ من خلال البروتينات اللي بالجسم، اهدمها واحولها الى جلوكوز بعملية جلوكونيوجينيسيس. Even before the glycogen stores are depleted, the gluconeogenesis is accelerated. يعني هاي أصلاً عملية تبدي حتى قبل لا تخلص الـ first stage تبدي يعني. The amino acids released from the muscle form the major substrate for gluconeogenesis. يعني أكيد اللي بالمصل أبدي أهدم أحطم البروتينات اللي بالمصل أنتج منها amino acid. وهاي الامينو اسيد شو اسوي له؟ ذا امينو اسيد ترانسفير فروم ذا امينو اسيد تو بايروفيت. احنا نعرف ان الحامض البايروفي، طبعا هو الحامض البايروفي هذا هو موجود بالعضله، يعني هو موجود يعني بالجسم كله، بس انا لازم وين انقله؟ انقله للليفر، انقله للليفر، لان تكوين السكر يكون وين؟ بالليفر. هو الحامض البايروفي ينتج من السكر، بس هاي العمليه عكسيه، اقدر اعيد تكوين السكر من خلال البايروفيت. فش اسوي؟ بس ما اقدر انقل البايروفيت راسا بالليفر، لانه هو حامض، واذا نقلته بالدم تصير تزداد الحامضيه مال الدم. فلا، شو اسوي؟ احوله الى صيغه ثانيه تكون غير مضر. فيقول لك الامينو نيتروجين ترانسفير فروم ذا اذر امينو اسيد تو بايروفيت تو فورم الانين. بالعضله الامينو اسيد افاعلها ويا البايروفيت انتج حامض امين يسموه الالانين. هذا الأنين أقدر أنقله بالدم طبيعي، أنقله بالدم أوصله للليفر، وبعدين يعني هم أفككه وأرجع أحصل البايروفيت. يعني مجرد نقلت البايروفيت على صيغة الأنين بالدم ووصلت للليفر ورجعت البايروفيت حتى أستخدمه بجلوكونيوجينيسيس. The amino group reaches the liver as alanine. نقلت على شكل الأنين where it is transaminated to give pyruvate for gluconeogenesis. يعني رجعت، يعني بالبداية فعلت البايروفيت ويا الحامض الأميني كونت ألانين، من وصلت للليفر رجعت البايروفيت حتى استخدمه بالجلوكونيوجينيس. This glucose alanine cycle serves to transport the amino nitrogen of other amino acid to liver in a harmless form. يعني وظيفته إنه هو يعني ليش سويت هاي السايكل؟ بس على مود أنقله بصورة غير مضرة، لأن إذا نقلت على شكل حامض بايروفي راح شنو حامضية الدم تزداد، وهاي خطرة كلش. glutamic acid also serves as an important mode of transport of amino acid. اكو هذا glutamic acid اللي هو اصلا همينة حامض اميني، احماض امينية طبعا اقل حامضية من الحامض البايروفي، فاقدر استخدمها بالنقل. glutamic acid مثل الانين نفس الوظيفة، أقدر أستخدم أيضا important mode of transport of amino acid to liver. يعني هم الحامض البايروفي أقدر أنقله على شكل glutamic acid من إلى الليفر. فخلصت، أتمنى إنه يعني تساعد ولو بشيء بسيط. شكرا.